بين الرفض والقبول تحركات داخل مجلس النواب لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية مع دراسة إمكانية المضي بها من عدمه. أهلا بكم مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصادنا حصاد الأيام. اليوم في آخر حلقاتنا من الحصاد الرمضاني راح نتحدث عن موضوع مهم وما طرح داخل مجلس النواب لمناقشة قانون الخدمة الإلزامية اللي تعددت فيها الآراء بين من يؤيد العمل بهذا وبين من يرفض ذاك. فتباين هذه الآراء تسبب بتعطيل إقرار قانون الخدمة الإلزامية اللي أثير قبل عامين تقريبا في مجلس النواب. يبقى هذا الملف أمام مواجهة قد تقود لخلافات تضاف إلى الخلافات السياسية. أوجه الخلاف هنا تعددت، فيها الرؤى بين من يجد أن الخدمة العسكرية الإلزامية راح تثقل كاهل الشباب وتعيق طموحاتهم، وبين من يرى أن خدمة العلم هي من تمكن الشباب من مواجهة التحديات وتصنع منهم رجال على قدر كبير من المسؤولية وتحملها. إذن مشاهدي الأحبة بحلقتنا لهذا اليوم راح نتناول هذا الموضوع المهم كل حيثياته، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. شكلت الحروب العبثية للنظام المباد هاجسا للشعب، ولم تنفك دعوة الجنود إلى فصول حرب طاحنة ويا الدول والانخراط بخدمة الاحتياط دون تحديد سقف انتهاء الخدمة الإجباري. والمخالف أو الهارب يلقي مصير الإعدام بتهمة الهروب. مواليد هواي قضت أكثر من 10 أعوام في الخدمة الإلزامية بحروب ما يؤمن بها، والمحصلة ربما شكلت أعداد الجيش الكبيرة عاملا لغزو الكويت. واستمر الحال لحين إلغاء الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر القانون، وصارت الحكومة العراقية المتعاقبة تعتمد على جيش مؤلف من المحترفين المتطوعين، وصلت أعدادهم مع بقية الأجهزة الأمنية والداخلية إلى أكثر من 1,000,000 متطوع. وينص مشروع القانون الجديد على أن الخدمة العسكرية الإلزامية ستكون فرضا على كل الذكور اللي تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 35 عام، في حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9 أشهر إلى 18 شهر حسب التحصيل العالمي، كما سيكون للمجندين رواتب وفق سخونة المنطقة اللي يخدمون بها. لكن بالمقابل لجنة الأمن والدفاع النيابية السابقة تقول بأن قانون الخدمة الإلزامي ما مقر بالبرلمان يحتاج إلى سنوات لتجهيز المعسكرات والاحتياجات العامة إليه، وما يمنع من وجود شريحة من المجتمع تؤديه كقانون معمول به عالميا واجب تنفيذه أولا، وتخليص الفئات الشابة من شبح البطالة كون الخدمة الإلزامية بمقابل مادي ثانيا. أما من الناحية الثالثة اكتسابهم الشجاعة والتدريب اللازم لخدمة مجتمعهم وتحقيق أمن بلدهم. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذه الأمسية من أولى ليالي عيد الفطر المبارك. نتمنى أن يعود عليكم الخير والصحة وموفور العافية. باسمكم أرحب بضيوفي الأكارم في هذه الجلسة، السيد اللواء يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، حياك الله سيادة اللواء، ضيفا كريما مرحبا بحضرتك. والأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، حياك الله سيدنا، مرحبا بحضرتك. والأستاذ وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون، حياكم الله أستاذ وائل. والفريق الركن المتقاعد جليل خلف الخبير في الشؤون العسكرية، حياك الله سيادة الفريق. قبل ما نبدأ مع ضيوف الكرام لابد أن نطرح عليكم سؤال الاستطلاع مشاهدي الأحبة ونأخذ إجاباتكم، وقبل ختام الحلقة كالمعتاد نعلن النتائج. هل أنت مع عادة الخدمة الإلزامية إلى البلاد؟ بهذا التساؤل راح نستقبل إجاباتكم على مواقعنا الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي. أبدأ مع حضرتك سيادة اللواء، نتحدث عن الخدمة الإلزامية، من السبب في إلغاء الخدمة الإلزامية منذ 2003؟ لربما هنالك ظاهر في هذا الموضوع وباطن، فحضرتك تطلعنا على من كان السبب في حل الجيش العراقي. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير والشعب العراقي بألف خير والقوات المسلحة العراقية بألف خير، حياكم الله. ينعاد علينا وعليكم بالأمن والأمان والازدهار، وكل التحية والاحترام لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناتكم. أنت تعرف بعد سقوط النظام بعد عام 2003 كان احدى القرارات الجائره التي اتخذت بحق المؤسسه العسكريه هو حل الجيش العراقي
من قبل الحاكم المدني في حينها، وأيضا لم يكتفي بحل الجيش العراقي، وإنما حتى الأملاك التابعة للجيش العراقي أحيلت إلى وزارة المالية، بمعنى أنه إذا هي ترجع مرة ثانية مؤسسة عسكرية مركز يحتل المكان المخصص لإعادة بناء هذه المؤسسة. أنا أتذكر يعني كنت مع سيد الفريق الرفعي جلي خلف شوي عندما كان أمر لواء، وأنا كنت ضابط استخبارات في ذاك التوقيت سيد تذكر. أنا رجعت يعني أتذكر للخدمة بتاريخ 31/8/2003 أول ما شكلت قوات الدفاع المدني، وبعدين صارت حرس وطني، وبعدين جيش العراقي. حقيقة لم يكن بناءها بالشكل الصحيح، يعني كان هم بناء الجيش العراقي الحالي؟ لا، كبداية بناء لقوات مسلحة من قبل الأمريكان ما كان صحيح، ما كانوا يؤمنون بأنه يريدون يسوون جيش، فكان اختيار الأشخاص والمناصب وغير ما كان دقيق. بعد عام 2003 شكلت وزارة الدفاع وبدأت على عاتقها موضوع إعادة الضباط إلى الخدمة والمنتسبين، ومرينا بظروف كبيرة ومعرقلة وصعوبات، وتعرف كان أيضا حتى الإرهاب كان موجود، يعني كثير من الضباط ما يقدر يرجع للخدمة بسبب الاغتيالات والقتل والإصابات. أنا أعتقد الفترة الذهبية ببناء المؤسسة العسكرية العراقية الآن هي بعد عام 2014، بعد سقوط مدينة الموصل بدأت الفترة الذهبية ببناء المؤسسة العسكرية، رغم أنه السنين اللي مضت كان أكو عمل. شنو المتغير المهم بال 2014 اللي خلى هذه المؤسسة يتم إعادة بنائها؟ يعني أولاً موضوع بدينا في موضوع التجنيد المتطوعين، هذا واحد. اثنين البنى التحتية، كثير من البنى التحتية قدرنا أنه نحصلها ونعيدها مرة ثانية إلى وزارة الدفاع كأملاك لوزارة الدفاع. تسليح الجيش، نتذكر بعد سيطرة داعش على الموصل على مدن عديدة كان طائرة واحدة ما أدنى نقدر نقاتل، حتى الأتاد، هذا الأتاد الخفيف ما كنا نملك أتاد خفيف، وكنا في مأزق كبير. في هذه الجزئية سيادة الواخرين يعني أرحب مجددا بالأستاذ فاضل أبو رغيف. أستاذ فاضل، لما يكون إعادة الجيش العراقي في نقطة مفصلية عام 2014 كما يحدثها سيد اللواء، طيب دخول الحشد الشعبي على الخط، التسليح، العناصر القوة اللي ذكرها سيد اللواء، بالإضافة إلى وجود المتطوعين، هسه ربما يقصد بحشد الدفاع أو الحشد الشعبي، ولكن المتغير المهم لما يكون جيش عراقي يخلو من المكلفين بالخدمة الإلزامية. طيب هذا الموضوع، كم تعتقد بأنه في الجيش العراقي يجب أن يكون هنالك هم من القادة والضباط والقادة ومقابلة أيضا من الجنود حتى نحقق المعادلة الأمنية في العراق؟ نعم، بدنا تحية طيبة لك أستاذ أحمد والمشاهدين قناتك الكريمة، وعيد فطر سعيد مبارك على كل أبناء الشعب العراقي، وإن شاء الله نتمنى أن يخرج العراق من جوه من مناخ المناكفة والانسداد السياسي الذي يعبر عنه على أنه انسداد سياسي. ولضيوفك الأخ الصديق السيد القائد الفريق الركن جيل خلف المحمداوي، وأخونا وزميلنا وأستاذنا أبو ضرغام، يعني هذا اللي كان يواكبنا على كان دائما يسعفنا بكل شيء يصحح لنا يدرك لنا، وأستاذنا ومعلمنا أيضا أستاذ وائل الركابي. يعني أولا بصراحة بصمة كل دولة، يقولون شيئين، هناك شيئان بصمة كل دولة، السيادة، والسيادة تبدأ من الدفاع الجوي وخدمة العلم. في كل دول المنطقة، في كل دول العالم هناك اشتراطة في خدمة العلم. خدمة العلم ابتداء هي تصهر الجميع في بوتقة الوطن، بمعنى أنها تصهر الانتماءات العرقية والعقائدية الموجودة في كل يعني في كل فسيفساء الجيش العراقي. يعني قبل قليل اللواء يحيى رسول يقول للسيد الفريق، يقول له أنا كنت ضابط عندك والآن هو في يعني متقاعد. هذا معناه شنو؟ معناه أنه هناك عملية تناسل بالفضل، عملية استنساخ لجذر الفضل. لذلك اليوم سينصهر وسيتكافئ أهل ابن الموصل مع ابن الكوت، ابن البصرة مع ابن الأنبار. لذلك ستردم هوة الطائفية ابتداء، وستفكك عقد القومية، وستذهب جذوة ارتفاع منسوب العنصرية والطائفية، وسيسحب هذا الاحتقان الموجود بين فينا وأخرى. يعني الأحداث الطائفية اللي عصفت في العراق إبان فترة 2004 وما تلاها، لو كانت هناك خدمة علم موجودة أنا في تقديري أنها لا تذهب جذوتها بقدر ما تذيبها، تكسر بعض من متصلداتها والعقبات اللي تقف وتكتنف طريقها. لكن حقيقة كلما اشرأب عنق وطني
للمداعاه بخدمه اعاده خدمه العلم، البعض بين معارض وبين مشايع. المعارض يقول انها صوره من صور الفساد، انها صور من صور التخندق، انها صوره من صور اعاده عسكره المجتمع. يا اخي بريطانيا ما بها عسكره مجتمع، مصر لحد الان بها عسكر، بها خدمه العلم. لذلك اعتقد انها لازمه وطنيه. دعني اقول لك هسه قد يخالفني بها المستمع، قد يخالفني بها المشاهد، قد يخالفني بها البعض من الاخوه. هذا في حساب وائل الركابي؟ لا استاذ وائل هو واحد هو ولده واولاد اخوه، هم من اللي خادمين الوطن، عندهم اغلبهم دفعوا الدماء ايضا بني ركاب، دفعوا الدماء الى ركاب بني ركاب، شايف؟ فلذلك اعتقد ان خدمه العلم ما بها اي مزايده. يعني يا اخي يعني شنو وجه الاعتراض؟ اذا تقول فساد يا اخي الفساد دين خرق اغلب مفاصل الدوله. اذا تقول لكن سيد اللواء ايضا نوه في معرض حديثه انه حتى المعسكرات لربما غير موجوده الان. انا ما اتكلم كن فيكون. انا قلت انه هذه البدايه قطع كلامك. نعم. يعني اسف اعتذر. الان احنا نترك ما شاء الله معسكرات، مراكز تدريب، تجنيد، كليات، معاهد، هذا معسكر رشيد هذا واحد ما رجع للخدمه. نعم نعم. انتاجي احنا انا الدوله ما تعرف عن تهيئه المعسكرات. يعني قلت لك انا في وقتها انا اسف انه اخذ لا عفوا العفو ظلام، انه من حلوا الجيش يعني في نفس الوقت نقل كل اموالك الى وزاره الماليه. احنا قضينا شوط طويل بركض ومتابعه وجهد، والان عندنا الكثير من المواقع اللي تابعه لوزاره الدفاع. الان نمتلك مؤسسات قويه، لدينا مراكز تدريب، لدينا كليات، لدينا معاهد، نمتلك جامعه دفاع عريقه موجود بها فريق ركن سعد العلاق. يعني الرجل هذا حقيقه يدير هذه الجامعه بشكل كبير. عندنا كليه اركان، عندنا كليه قياده، وعندنا طلاب عرب الان يدرسون في كليه القياده والاركان وحتى في الكليات العسكريه. هذه اختلفت الان بجهد كبير. يعني حقيقه إذا سيد وزير الدفاع، إذا سيد رئيس أركان الجيش، الكل تعب على هذا الموضوع وقدرنا نوصل للمرحلة اللي احنا بيها. خلي استاذ فاضل نروح للمخالفين لك بالرأي. استاذ وائل يعني المعروف عنك انه ضد موضوع الخدمة الإلزامية، ما أدري بديت الثقف لا اقتنعت به لو بعدك معروف. لا تصير ضد هسه حتى لو صير ضد انا مو صاحب قرار وراي. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك استاذ احمد، وعيد مبارك الى العراق جميعا ان شاء الله، والشعب العراقي جميعا والأمة الإسلامية، وتحياتي للأخوة الأعزاء وإلى كادر قناتكم ومشاهديكم الكرام. أنا حقيقة أقول أنه ما الغاية من أن أعيد تجربة لربما يعني أختلف بها مع ما طرحه السيد فاضل، هو أنه هو إلغاء إلى التخندق القومي وإلى 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 وإلى. طيب إحنا من تأسيس الدولة العراقية إلى أن صار السقوط بال2003 وبعدين جينا وصلنا إلى 2005 كنا على شفا حفرة من الحرب الأهلية، يعني نتيجة العمل الإرهابي الذي حصل. فلو كانت الفائدة، ما احنا كنا ماشيين بهذا الموضوع بخدمة العلم وكانت مستمرة، فلو كانت النتائج المرجوة منها على أن يتغلب فيها الشاب على هذه الفقرة لما مررنا أو كدنا أن نصل إلى هذه المرحلة بهذا الشكل. أنا أقول احنا أمام خيارين، ما الغاية من هذا التأسيس؟ هل هو بناء الشاب العراقي اللي اللحظة الآن مال إلى الميوعة وإلى حالة من التوصل أو التقرب إلى الفكر الغربي المنحل، أم إلى حالة العسكرة نريد نعلمه على السلاح؟ إذا نريد نعلمه على السلاح الله وكيلك، مجتمعنا كله من عمره 10 سنين هو يجيد حمل السلاح وعد عيناك وشايفينهم شلونهم من شمال العراق إلى جنوبه. إذا نريد نعلمه على القوة وعلى التحمل وعلى ضخ المبادئ الوطنية، فعندنا 100,000 وسيلة أخرى. عندنا مؤسسات تربوية، عندنا مؤسسات ثقافية، عندنا مؤسسات من الممكن أن إحنا نذكر في مرحلة الثمانينيات في زمن النظام البائد، يعني كانت بعض الأحيان يصار إلى مثلا تطوع عمل شعبي يسموه، وانبنت هاي منطقة أبو منيصير مثلا، هذه ما انبنت بناء على تجنيد إلزامي، لا، قضايا كشفية، شو يسمونها، عمل كشفي، مؤسسة كشفية، عمل تطوعي، أقدر أستخدم قضايا أخرى. أما الآن هذا الموضوع مال التجنيد أنا أعتقد هو عملية التفاف على قضية التعيينات. يعني أنا راح أكتفي بـ9 أشهر سنة ونص، أنطيلي إلى مجموعة من الشباب
مرتب معين، وأترك موضوعة التعيينات الحقيقية التي ينبغي على الدولة العراقية أن تراعيها. طيب. وطبعا بالمناسبة هذا رأيي اللي قاعد أطرحه رأي شخصي، لا أعرف الآن دولة القانون يوم غد أو متى ما أدخل هذا القرار إلى البرلمان ماذا سيكون موقفها، هذا أنا في معزل عنه، هذا رأيي الشخصي. أنا أعتقد أنه إحنا الآن لسنا بحاجة إلى فتح منافذ قد تجعل الآن مؤشرات، وسابقا كانت هذا أيضا رأي الشخصي استاذ وائل، بدل ما أجي للدوام أنطي إلى الكذا وأروح أقعد أو أدفع بدل أصلا وأخلص من الموضوع كله. هذا فريق جليل بالاتحاد بحضرتك، يعني من اللطيف حضرتك تحضر معانا وجنابك متخصص بالشؤون العسكرية ومهتم بالشؤون المجتمعية، بالتالي لما نتحدث عن عدم تحمل الشاب للمسؤولية العسكرية راح تكون مدرسة إلى عسكرتارية المجتمع، راح ترفع من وعي المجتمع، راح تثبط من معنوياته، الفساد اللي أشار الأستاذ فاضل أبو رغيف ما راح ينتقل لهذه المؤسسة بالنتيجة، أنا أدفع وأنزل مثل ما يقول الأستاذ وائل، أنا أنطي بدل وخلص، وهذا يعني القضية المجتمعية من عودة الخدمة الإلزامية، شلون نشوفها؟ شكرا على السؤال، مرحبا بجنابك والضيوف الكرام، وأيامكم سعيدة، وإن شاء الله هذا العيد والجاي عيد على الشعب العراقي، إن شاء الله الشعب العراقي بأمان ويعيش باستقرار، وهاي ندعو الله سبحانه وتعالى. حقيقة أنا كعسكري وصار لي بالخدمة 42 سنة من 72، فالعسكرية تسري في دمي، العسكرية تسري في دمي، وحقيقة الجيش هو مصنع الأبطال، وأنا طبعا أؤيد الخدمة الإلزامية أو الخدمة الوطنية أو الإجبارية سابقا تسمى، وحقيقة الخدمة ليست فقط أنه قضاء على الميوعة اللي ذكرها الأستاذ أو القضاء على أو البطالة أو غير شيء، طبعا هي البطالة آفة كبيرة جدا، بالفعل أنا أؤيد رأيي ليس الحل قضاء على البطالة هي الخدمة الإلزامية، بس الإنسان عندما يخدم بلده ويتدرب على السلاح، شوف أكو دولتين عندنا الآن هي من الدول تعتبر القوية عسكريا، وأي شعب بالعالم أي دولة بالعالم إذا ما عندها قوة عسكرية وجيش قوي هذه الدولة الأطماع تسري في كل مكان من حدودها، يعني على سبيل المثال الآن تركيا يوميا تحتدي علينا وماكو رد، ليس بسبب الجيش بس بسبب وضع السياسيين، يعني الصيادين العراقيين يوميا الكويتيين يحتقلوهم ويعذبوهم ويرجعوهم لنا، ويعني كثير من الحوادث. ولذلك الآن لو تلاحظ الكيان الصهيوني يستطيع خلال 12 ساعة أن يجهز احتياط أكثر من 250 ألف مقاتل في هذه 12 ساعة، هؤلاء قضوا تدريب خدمة إلزامية وتم تهيئتهم، وكل واحد يعرف مكانه وين يروح، ليا وحدة وليا صنف. أيضا سويسرا هذا البلد المحايد، البلد الذي ليست لديه أطماع والحياد مع الدول المجاورة، ولكن سويسرا من أقوى الدول لأنه الشعب السويسري كله مسلح ويعرف أن يقاتل، ومتى ما استرعت الواجب الدفاع عن الوطن فالشعب السويسري كله يتحول إلى قوة هائلة للدفاع عن أراضيه. طيب. هاي نقطة. طبعا احنا لو لاحظنا قانون الخدمة الإلزامية وبالذات بالعراق بدأ منذ الدولة العثمانية، وأول من طبقه هو الوالي مدحت باشا في 1884، وتطبيقه كانت الدولة العثمانية ترسل جيوش من أقاليم الدولة العثمانية، ولكن بعد تطبيق الخدمة الإلزامية في العراق في عهد مدحت باشا اللي هو صاحب الإصلاحات الكثيرة استطاع أولا أن السلابة والعشائر اللي تقوم بمناكفات الدولة وكثير من الأمور والحفاظ على هيبة وسيادة العراق من خلال الخدمة الإلزامية أو يسموها الإجبارية كانوا سابقا. أيضا نلاحظ مر بمراحل كثيرة جدا هذا التطبيق القانون الخدمة الإلزامية، وفي 1936 سن قانون الوطني للدولة العراقية الملكية، وهذا القانون يشمل أيضا الخدمة الإلزامية. وحقيقة أنا كنت مستعجل عثرت على كتاب في المتنبي في 1936 مألفي حول قانون الخدمة الإلزامية، والكتاب كبير جدا ويحوي كافة التفاصيل،
وبعد ذلك مر قانون الخدمة الإجبارية أو الإلزامية المرحلة المهمة في عام 1969، واللي من خلالها أيضا سن هذا القانون ونظم خدمة الاحتياط ونظم خدمة الخريجين ونظم خدمة من يشمل من الطلاب وغير ذلك. هاي نقطة. النقطة الثانية، أهمية الخدمة العسكرية والإلزامية ليست هي مقترنة بالنظام المباد، وإنما هي لا 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 قانون وطني، هو قانون وطني. نعم. عمره لربما أطول من عمر الجيش العراقي بالضبط في بلدان الأخرى والجيش العراقي. بس إذا اسمح لي نقطة مهمة. نعم. هي أنه حتى كان هذا القانون يجعل الطلاب، حتى طلاب المدارس، لا يتركوا مدارسهم، لأنه القانون يشمل الذين تركوا المدارس. نعم. ولم يكملوا المراحل سواء المتوسطة أو الابتدائية أو الثانوية. نعم. هؤلاء يساقون إذا بلغوا من العمر 18 عاما. هاي واحدة من الفوائد الممنوعة، يعني حتى يحث على تكملة التعليم. نعم. الفائدة الثانية، القانون ليس فقط هو تدريب على السلاح، تنمية المهارات. نعم. تنمية حب الوطن، شعور الإنسان أنه عندما يخدم هذه الخدمة أنه مستعد لخدمة بلاده متى ما حدث اعتداء على البلد. ولذلك أخي طيب. نحن أما في الظروف الحالية فكثير من الظروف تمنع على الظروف الحالية تطبيق الخدمة الإلزامية، وهي إلى حد الزميل نور العريم استعدت نستعرض لنا فقط تسمح لي سيادة الفريق. نعم. نستعرض بعض لغة الأرقام في تقرير الزميلة نور العلي، وبعدين نرجع أكمل جلستنا الرمضانية. نعم. ضيوفنا الكرام ومشاهدينا الأحبة، لربما الكثير من الشباب اليوم ليس لديهم انطباع حول الخدمة العسكرية الإلزامية التي نص عليها القانون 65 لعام 1969، الذي جعل الخدمة العسكرية الإلزامية أمرا محتوما على كل شاب يبلغ من العمر 18، إلا في حال تمكنه من الدراسة الجامعية، وهذا لا يسقط أداؤها بل تصبح من 3 سنوات إلى 1.5 سنة. واليوم يعود طرح قانون الخدمة الإلزامية بعد أن ألغي في عام 2003 عند سقوط النظام الباد، حيث أقرت الحكومة العراقية عودة القانون الخدمة الإلزامية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ليرفع هذا القانون إلى البرلمان لمناقشته وإعادة إقراره من جديد. قرار الخدمة الإلزامية تباينت حوله الآراء، فبين مؤيد العودة معتبرا إياها أنها مصدر قوة وقدرة للتحمل لدى الشباب ومواجهة الصعاب، وبين البعض الآخر الذي يرى عكس ذلك بأنها تحمل عبء على الشباب وستمكنهم من ترك عملهم. فيما يرى خبراء أن التجنيد الإلزامي لا يمكن اعتماده في الوقت الراهن بسبب التغييرات التي طرأت على العراق، شملت الصعيدين الداخلي والخارجي. يذكر أن قانون التجنيد الإلزامي هو قانون معمول فيه في 65 دولة، 11 دولة منها دولة عربية، ولا يمكن تطبيق هذا القانون في العراق حاليا، ويحتاج إلى مدة زمنية تتراوح إلى 5 سنوات لعدة أسباب، منها عدم شعور الشباب بالانتماء، وهذا بسبب فشل الحكومات المتعاقبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. نوصل إلى المرحلة الحالية سيادة اللواء، نتحدث عن الذين تطوعوا في صفوف الحشد الشعبي. لما يكون قانون الخدمة الإلزامية راح يشمل الفئات العمرية اللي محددة ضمن الخدمة الإلزامية من المكلفية، تمتصون في المؤسسة العسكرية هذه الأعداد الكبيرة من الشباب الذين تطوعوا في صفوف الحشد الشعبي؟ اولا يعني موضوع الخدمه الالزاميه خلينا يعني نحكي عنه، او خدمه عام، هو منصوص او موجود في الدستور العراقي. نعم. يعني بالدستور موجود. تمام. لكن يجب ان يشرع بقانون ويصوت عليه في مجلس النواب العراقي الموقر، واعتقد قبل فتره تم تشريع القانون والدراسه ورفعت الى مجلس النواب، واعتقد انه ان شاء الله بعد ان يعني تشكل الحكومه بشكل تام اكيد سيقرا في مجلس النواب العراقي الموقر. موضوع الحشد الشعبي، شوف احنا راح اربط لك، احنا من سقطة مدينة الموصل والمحافظات وصل الارهاب الى حدود مدينة بغداد، احنا ما عندنا احتياط. يعني هو شنو الخدمة العلم؟ هو ان تكون عندك قوات احتياط جاهزة في حال ان يتعرض البلد الى اي هجمة، تستدعي الاستدعاء
الخطأ تسعد الاحتياط على يحمل السلاح ويجي قاتل وياك. نعم. لكن الحقيقة بفتوى كريمة من السيد الإمام السيستاني الله يحفظه في الجهاد الكفائي كل أبناء الشعب العراقي حملوا السلاح وقاتلوا ويانا. ولو مو وقفتهم ويانا تعرف إحنا يعني كان بلد مهدد بالضياع والانتهاء. بالنسبة لإخواننا في قوات الحشد الشعبي، قوات الحشد الشعبي الآن هم هيئة مرتبطة بالقائد العام القوات المسلحة ويأخذون رواتب وهم يعتبرون متطوعين. إحنا الآن دا نحكي على موضوع مهم لابد أن نركز عليه. من يتعرض البلد إلى هجمة من أجيب آني قوات احتياط وآني ما عندي ناس خادمة علم ومسرحة وقاعدة؟ هاي واحدة. اثنين، اليوم مهم جدا أن يكون عندك الشباب العراقي أن يدخل في هذه الدورات. عندما يدخل إلى مركز تدريب راح تلقى كل أبناء المحافظات موجودين من بغداد من الشمال من الجنوب كليتهم سوية. أولا راح نذوب فوارق هواية بهذا الموضوع. اثنين، نغرس بحب الوطن. إحنا اليوم إحنا مدا أجيب عن مو بس أريد أسوي رجال، أغرس بيه حب الوطن والدفاع عن الوطن. ثلاثة، أكو نقطة مهمة اليوم خلينا نكون واقعيين، المؤسسات الأمنية كل المؤسسات الأمنية مستوى متوسط المتطوعين بها لحدود 45 سنة. يعني إحنا الآن خلينا نكون واقعيين لدينا ناس شياب يعني ما أقدر. نعم. هذا بعد أضغط عليه فترة ما يتحمل الشغل والتعب ما يتحمل. أولاً احنا بدنا نفتح ان شاء الله بعد فتره قريبه اذا الله رد سير راح تكون عندنا دعوه لتطوع اعمار من 19 الى 30 سنه. هذه اعمار شابه انا اقدر اشتغل، واذا طوع لي عمره 19 سنه مو كم سنه اني اقدر اخدم يعني يشتغل عندي فد 20 30 سنه اني هذا الجندي موجود. اثنين، لابد انه اطعم الجيش بدماء جديده. ثلاثه، ادوب كل الفوارق. اربعه، ازرع بحب الوطن. يعني اليوم في كل دول العالم المتقدمة والحديثة دول الجوار، هاي تركيا بصفنا خدمة الجندي مالتها سنتين يمكن أو ما أعرف بالضبط. وبالمناسبة الجندي سنة كاملة يظل بذل وحدة مالته الله ينزل إجازة سنة كاملة. وحتى ثقافتهم الاجتماعية يعني إيه؟ ينطوا مرة إذا راح يخطب إذا ما إذا هو عسكري وخادم عسكرية. أنا اليوم أكو حوافز، ما معقول الدولة مع احترامي لأستاذنا الكبير وأخونا، أنا ما أقدر أعين كل الشعب العراقي أخليه موظف بمؤسسات الدولة. نعم. يعني هسه احنا الان نعاني انه الميزانية مال الدولة 3/4 تروح وين؟ رواتب للموظفين تشغيلي. نعم. تشغيلي. انا المفروض اشجع الان تدري الاستثمار الصناعة الزراعة التجارة على مدى هي هذول الشباب شو يشتغلون؟ يشتغلون كل هذا اني يعني القضايا المهمة اللي تخدم البلد. وبنفس الوقت انا من اجيبه وهيئة ودرب أصنع منا رجل، أصنع منا قوة، أزرع به حب الوطن وعقيدة حب الوطن. وبعد ذلك أنا ما أرجع مثل النظام السابق كان الجندي يطب 3 سنين خدمة 3 سنين، وأذكر مواليد 58 و 59 ظلوا 17 سنة خدمة بالجيش. ليش؟ لأن دخلنا بحروب عبثية إحنا ما لنا دخل، يعني ما استفادنا من عدا شيء، ودمر هذا دمر البلد ودمر الجيش العراقي، وخاصة في دخوله إلى الكويت. ماذا استفادنا من دخولنا للكويت بحرب عبثية ما جابت أي نتائج إيجابية للعراق والشعب العراقي؟ لكن أنا من أجيبه أخليه يخدم مثلا 9 أشهر أو سنة وأنطي راتب وعلم مع القوة وعلم مع الشجاعة وابني بي الرجولة وأصنع من عنده شخص صالح في المجتمع وخليه قوة احتياط لي. اليوم أنا إذا ما امتلك أي دولة بالعالم، شوف خلينا نكون واقعيين، اليوم إذا ما امتلك سلاح ردع ما حد يحترمك ويهابك. ما كل يوم أنا أبني علاقتي ويا دولة جارة، والله دولة صديقتي وجواريني ذولا، لا مصالح. إذا ما تعرف عندك سلاح قوي وعندك قوة وتقدر تردع ما يجرأ ويضربك. خلنا نكون واقعيين. طيب. لازم نبني إحنا بالدستور العراقي شي يقول؟ يقول بناء جيش دفاعي. مهمتنا الدفاع العراق. إحنا ما عندنا معتدي ما نريد نبني جيش هجومي. وزارة ما الدفاع. ما ليست وزارة حرب. نعم. عقيدتنا دفاعية. إحنا عقيدتنا الآن. أقطع كلامك والسيد القائد، إحنا عقيدتنا دفاعية. لكن أنا اليوم من ما أمتلك صاروخي وقع لي طيارة، وما عندي طيارة متصدية مثل الرافال، وما أمتلك منظومة رادار، وما عندي جيش قوي مسلح ومدرب وعندي قوة احتياط، من يهابك؟ خلينا نكون واقعيين. صحيح. من يهابك؟ اليوم البلدان والدول تباوع عليك أنت شنو قوتك. أنا اليوم مثلا من أجي أريد أروح كمثال أروح على دولة أريد أعاركها بحكينا العامي
تعال يا باشا ايش تمتلك هاي الدوله؟ تمتلك هلقد طائرات، تمتلك هلقد صواريخ، تمتلك هلقد الدول اللي غير 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 حروب تجري مناورات وتجري فرضيات. شلون شلون احمي بلدي وشلون اسس قوه ردع على مود اي واحد يجاب هني اقول له توقف حدك هنا واحنا ترى نقدر نوقفك. لهذا كان الجيش هو مصنع الابطال مثل ما تفضل سياده اللواء. استاذ فاضل لما نتحدث عن هذه الجزئيه، طيب عندنا كثير من الشباب هاجروا طاقات لربما هدرت في الداخل ويستفاد منها في الخارج، هذول وين راح نخليهم بالخدمه العسكريه؟ بالتالي لما تكون هنالك الكثير من مصانع الابطال ومصانع الرجال، هذا اللي اذا يروح عسكري كاتب فهو راح يتخرج انه يعني عنده مهارات، ويتخرج عنده منها الف كاف، يتخرج هو مصلح سيارات، حتى لو مصلح طائرات يفتح له ورشه. بالنتيجه كانوا اللي يسرحون من الجيش او من الخدمه الالزاميه يستطيعون ان يتمكنوا حتى من الخدمه المجتمعيه في بعد بعد التسريح. الجوانب الامنيه لما يكون مجتمعك كل من محطوط بخانته، هذا قدر يساهم بالامن المجتمعي. استاذ فاضل يعني هسه هذا يعني مساوقه لكلامك، اولا في سويسرا خدمه الزاميه، البعض يعتقد انه ما خدمه الزاميه، في سويسرا فتحوا شق للخدمه الالزاميه، قالوا اللي يخدم الزاميه يتعذر عليه ذلك يتحول الى خدمه مدنيه. الدوله دائما بكيانها تريد ان تبني نفسها من بطون شبابها، وهم من يقولون اهلا بنا بيتة البلاد ومرحبا جددتم العهد الذي قد، هذا مو اعتباطا. لذلك انت من تجيبهم وتخليه بخدمه الزاميه، خدمه العلم احنا نصير الخدمه الوطنيه شوف سميها ما شئت، تحوله الى خدمه مدنيه. هذا الابداع اللي تقول انت عنه، هذا ممكن يكون رسام، ممكن نحات، ممكن عالم بايو، ممكن عالم فيزياوي، تخليه مثلا بالسلك المدني يداوم باحد الدوائر يقدم ما عنده، وهي ترى مو هواي، الخريجين عام ونصف، للدكتوراه يمكن اعتقد 6 أشهر واقل من ذلك قد يكون. يعني احنا اولا جاي نشذبه من جهه، وجاي نرفع عنده منسوب الانتساب الى الوطن، وجاي نعوده الى كانما ربط مشيمي بينه وبين الوطن. لذلك اعتقد انه يعني لا غضاضه بذلك، لا غضاضه ان يكون الالتحام عبر، يعني احنا بعدنا صارنا 18 سنه ما اجرينا تجربه ولو تيست على نحو التيست، ما سوينا في 4 سنوات تجربه خدمه العلم. خلينا نشوف خدمه العلم، نشوف هل لها مناصرين؟ هل لها مؤيدين؟ طيب اذا كانوا مؤيدين شنو؟ يعني انا اقدر تحفظ البعض على خدمه العلم، اقدر الهواجس اللي موجوده بداخلهم، لكن بالوقت عينه الدوله لا تستطيع ان يعني بعد انت بعد 20 سنه احنا العراق دوله ريعيه، اكثر من 4500 مصنع معطل، اذا احنا نضل نصرف بس على الرواتب، والرواتب بالتطوع رواتب تصير عاليه، لكن بالمكلفيه رواتب تكون رمزيه، لانه ده يخدم خدمه العلم. لذلك يعني في بريطانيا، نعم في بريطانيا مهيئين لكل شيء ومستلزماته والديمقراطيه والحياه الرغيده، لكن عام كامل ما ينزل الاهل ولا حتى يتصل باهله. انا ما يعني اسوي محاكاه للشاب البريطاني مع الشاب العراقي اللي ما عنده كهرباء، اللي ما عنده ابسط مقومات السفر، ما عنده ابسط مقومات حقوق الانسان، لكن بالوقت عينه خدمه العلم هي خدمه لازمه بغض النظر عن كل الاشكالات اللي تعتري الشاب العراقي. يعني احنا دخلنا يعني شوف يعني هسه البجيش اللي كانوا وياي من لبست خدمه العلم، او حتى لواء يحيى، حتى السيد القائد، الان انا متيقن السيد القائد ما يدري باللواء يحيى رسول هل انه سني لو شيعي؟ لا طبعا ما يدري. لا والله ليش؟ هذه الحاله تصير فقط بالجيش، فقط بالمؤسسه العسكريه، لان المؤسسه العسكريه بها روح رياضيه عاليه، بها روح تفاني عالي، بها عمليه مؤازره، بها عمليه معاشقه، هذا تخليك تنبذ عمليه السؤال عن المذهب، احترام وسلسله مراجع فلذلك المسائل. انا جدا جدا احترم الهواجس لدى البعض من مخاوف عوده خدمه العلم. ترى خدمه العلم مو بعبع يتربص الشباب، خدمه العلم تخليك الشاب نشط دؤوب، تفيدنا بالجانب الامني لربما استتباب الوضع الامني لما يكون الشباب في فئات عمريه هم خدموا العلم ودسوا في حب الوطن. استاذ احمد اول البارحه جهاز الامن الوطني استولى على طن الا 6 كيلوات، طن من ماده الكبتاغون، ماده الكبتاغون يعني ماده حبوب الصفر واحد، الصفر واحد يعني ماده الام بي فيتا مين اللي هي الكريستال الصلب. هذا انت تصور طن يعني 6,200,000 حبه، لو انها وجدت طريقها الى المدن، كم شاب، انا ما اقول لك يعني
العسكريه راح تخلصها ما تخلي يشرب، لكن ان تاتي متاخرا خير من لا تاتي. نقول مثل دارج الاعور احسن من الاعمى، القليل العطاء القليل افضل من العطاء الكثير المنقطع. فلذلك هذا الشاب من يتطوع اولا تنسق العده روح القوه والمنعه والوثبه والمسؤوليه، النهوض الصباحي، النشاط. نعم. ما يفكر بعد، خلي يعرف الاوامر والنواهي التي تصدر من الفوق، خليه تخلق عنده حاله الاحترام وحاله يعني اللي يتخرج من الكليه العسكريه اول شهر تجد عنده مع اول شهر انخراطه بالكليه العسكريه تشوف عنده بوادر الانضباط العسكري في مسيره، في كلامه، في طريقته، في كل شيء، حتى اذا كان مهندس، حتى اذا كان اي شهاده. العسكريه تهذب وتشذب وتنشط وتقوي وتذهب كل العوالق والرواسب اللي معتريه بالشاب. انت كل صديق جديد، فرويد يقول صديق جديد مشكله جديده. انت كل صديق جديد لهذا الشاب يصادقه سواء بالصدفه او بالتوفيق. انه مشاكلنا سياسيه ذكرنا المشاكل، نرجع لاستاذ وائل. المعروف انه الجيوش او المؤسسه العسكريه فوق الميول والاتجاهات، لا تخضع لمعادلات السياسه. هذا القانون ما راح تشوف انه بيفة التركيبة السياسيه راح تكون حاكمه بالبرلمان، البرلمان مطلوب منه يشرع هذا القانون اللي نص عليه الدستور، بالتالي الادوات او السياسه ايش قد راح تتحكم بهذا القانون؟ شوفاني قبل الاجابه على سؤال حضرتك فقط تعليق سريع يعني على ما تفضل به الاخوين. طبعا اتفق جدا مع ما طرحه السياده اللواء انه البلد القوي اذا ما عنده قوه ردع حقيقيه ما يحترم من قبل الاطراف ابدا لابد. لكنه اعتقد انا شخصيا انه وجود قوه الاحتياط هي لربما اخر نقطه في قوه البلد. يعني اذا ما كان يمتلك قوه يعني قوات حقيقيه ويمتلك اسلحه، خاصه وانه اليوم قوه الجيوش هي مو قوه عدديه مثل زمن النظام البائد، سناتيكم بمليون كذا وطبينا للكويت بمليون واحد وطلعتنا 10 طيارات F-16 خلت مراده من العالم ما له والي. 33 دوله الكترونيه، 33 دوله احتدت على العراق. شنو هسه يعني ما لا لا مو هذا قصدي انه نعم. القضيه الالكترونيه الان محسوبة يعني. الصواريخ بدات تقصف، قصفوا منزل الرسامه الشهيده الله يرحمها ليلى العطار بصاروخ بعيد المدى، اجى دخل من شباك صغير من فتحه صغيره. ربما ايضا من التحليلات كلامك بالخير. لو كل الصواريخ وكل الطيارات ما يحسم المعركه الا المشات على الارض، يعني هاي لابد انه تخليها. مو احنا جنابك تقول احنا قوه دفاعيه، يعني احنا مو قوه. لا العفو، عقيدتنا دفاعيه. عقيدتنا دفاعيه بمعنى ان نبني جيش دفاعي، مهم الدفاع عن العراق. ما نعتدي على اي دوله جاره وغيرها، هذا المهم. وهذا يخلي المؤسسه العسكريه لها خصوصيه. لا اذا سمحت لي، لكن باي معركه تبقى باي معركه. شوف هسه معركتنا بالموصل بالتحرير ضربنا طائرات المدفعيه غير، لكن منو حسم الارض؟ منو حسم المعركه؟ اكيد المشاه، صنف المشاه هم المشاه اللي هو يحسم المعركه. لهذا لابد ان يكون عندك احتياط. احنا وصلنا بهذا الموقف ما عندنا احتياط، بلد انهار. وصلنا قلت لك داعش على حدود بغداد، وبدينا الان بدينا ببناء مؤسسه الان عندنا اعداد مهوله. تبنيها الكتل السياسيه تتحكم بها. اذا سمحت لي، رغم هذا كله كلامك، رغم اللي موجود عندنا كقوه موجوده نعم، لكن الان اصبحت اعمارهم 45 سنه. انا اليوم من اجيب جندي عمره 19 مثلا، اريد لي شاب، اريد شاب، لا اريد شاب. انا رحت للسعوديه، شوف للسعوديه، طبيت الرئيس وفد بقاعده الملك عبد الله الجويه، ملازم طيار، ملازم جد عمره سيدي 22 سنه صحيح، ملازم طيار قائد الاف 16 مالته من السعوديه الى اريزونا. هذا شنو؟ هذا شاب ويقود الطائره باجواء مختلفه وارضاع جوي وينزل. طيب هذا جد راح يكتسب مهاره من يوصل عقيد. صحيح. نعم. بالتاكيد احنا نريد هيك نبني جيش. النقطه الاخرى اللي اردت انا انبه عليها موضوعه ايضا موضوعه يعني القضيه الطائفيه وان يبعد، لا هذه قضيه ثقافه مجتمع. طيب. يعني نوصل الى قضيه التحكمات السياسيه حتى لا يضيع من ادنى سؤال. واحنا طيب. ما حافظين احكام التلاوه. هسه هذه وجهات نظر. نعم اعتقد هذه النقطة الثالثة. الجانب السياسي بالتأكيد أنا أتصور أنه سينقسم، ليس من باب الخلاف ما بين الـ يعني الخلاف السياسي ما بين كتلة وأخرى، بقدر قناعة الكتلة السياسية في هذا الموضوع أو لا. بالتأكيد أنه ما دام أكو تشريع وأكو برلمان
إذن القضية قضية خاضعة إلى توافقات سياسية، إلى مجموعة عادات. المؤسسة العسكرية لا تخضع لهذه المعادلات. القضية شلون راح نبوبها؟ أنت برلمان محتاج إلى أعداد. طيب. يعني من يصوت على تمرير هذا القرار القانون لو لا؟ هذا عندنا موضوع يريد قيد الدراسة إجانا. إيش تعتمد على أي لغة؟ من الكتل السياسية بتمرير هذا القانون لما تستفيد؟ تمرره لو ما تمرره. يعني أنا شوف إذا أريد ندخله بالمصالح السياسية للكتل السياسية. لازم. يعني راح ندخل إلى المربع الأول، وهو إنه هذه راح تولد، هذا القانون راح يولد، وهذا التشريع راح يولد وفق الفساد المستشري أيضا. إذا ولد لأنه صار سنتين بين كتل سياسية منتفعة. يعني إذا ينوضع بمنظور سياسي لحد الآن، يعني بين شد وجذب وتثقيف الشارع مع أو ضد. مستوى لا وصل هو، بس أنا أقول شيء واحد بس، يعني مع احترامي لكل كتل السياسية وكل الأحزاب، أنا احترمه وقدره، أنا رجل عسكري ما لي دخل، لكن أقول يجب علينا نخلي مصلحة العراق فوق كل شيء. هاي المصلحة فوق كل شيء، نقدر نخليها اسمها وأكبر من الجميع. سيادة الفرق، نقدر نخلي مصلحة العراق فوق كل شيء، وهنالك من يقول بأنه الخدمة الإلزامية تتعارض مع الديمقراطية. أنا شاب، شنو تقيد حريتي وتعال أخدم خدمة إلزامية؟ شنو الجدوى منها؟ أنا خلاص تخرجت بعد، ما لك شيء. هاي دول ديمقراطية هواية قاعد تخدم. هاي حقيقة. لا أستاذ، ماذا دخل؟ أستاذ أحمد طرح هذا موضوع مهم جدا. هاي. أنا سمعت هواي شباب قالوا لي يعني يا معود بشرنا كل ماكو خدمة إلزامية. صحيح كلامك، يعني المفروض مثل ما السيد فاضل قال، هذه المخاوف يجب أن نزيلها منهم. الخدمة الإلزامية، خدمة العلم، أولاً إحنا دخلنا بحروب عبثية قبل 2003، وحقيقة أنا يعني كعسكري يعني انبهرت من بعد 8 سنوات الحرب مع إيران دخلنا بالكويت، فقلت هاي شنو هالجنون هذا اللي صار؟ وكنا أغلبنا نعرف المصير اللي راح يتحمل الجيش العراقي والشعب العراقي، وبالفعل صار اللي صار. ولذلك دائما الشعب العراقي في باله هذه الامور، يعني هاي اللي دفعنا خسائر من الدماء ومن الاموال وهذا التخلف الكبير ووصلنا ما وصلنا اليه، وبعد ذلك اطبقت علينا امريكا واحتلت العراق وكان الجيش العراقي منهك وحقيقه مل من الحروب، لذلك لم يقاوم الاحتلال الامريكي بالشكل الصحيح وكان ضد النظام حقيقه، لأن النظام دخلنا بحروب كثيرة عبثية. فلذلك يجب أن نطمئن الشباب أن العراق مثل ما السيد اللواء قال أنه عقيدتنا دفاعية، فقط الدفاع عن الوطن وليس الاحتداء على أي دولة، ولكن يجب أن ندافع عن أراضينا مهما كانت النتيجة. ولازالت أكثر مشاكلنا سياسية. نعم. سيادة الفريق والسياسيين حقيقة ديمقراطية، ليش تدخلني بس السياسية؟ نعم. أنا أقول هذه الأموال الآن اللي راح تصرف وتهيئ. نعم. ويقول السيد فاضل ونتفق جميعا أنه طيب. عندنا آلاف المعامل عاطلة ونحتاج إلى مصادر للبلد. طيب ليش مو هذه الأموال أوجهها في هذه المرحلة لتأسيس وإنشاء وتقويم وإعادة هذه المصانع، وأجيب هؤلاء الشباب أخليهم يعملون بشكل مستمر، وتمويل ذات المصنع يقوم يصير. هذه خطوة جيدة. الجيش المصري. على شنو أنا؟ الجيش المصري متبنى الصناعة. أنت بهذا المنطق. الجيش المصري. صار مو الأحزاب تحكم 19 سنة، شو لا صلحت لها معمل ولا جاب الشباب، وراح نستمر على هذه الوضعية. سيدي الجيش المصري. الجيش المصري. حتى خبز يخبز الجيش المصري. الجيش المصري معامل ومصانع ويبني وغير. هو سيطر على السويس أيضا. بنى قاهرة جديدة. مو الآن هو لإعمار الجيش المصري. مؤسسة مستقلة بعيدة عن التشييش. احنا ما لنا دخل. مؤسسة العسكرية أنا أعتقد أيضا فيها. ابعدوها عن السياسة. أنتم بيدكم القرار. ابعدوا المؤسسة العسكرية عن السياسة وعن الطائفية وعن المحاصصة. يا أخي حتى المفروض أجيب وزير دفاع مسيحي. شكوا بيها. كون كفوء المفروض ووطني. أجيبه مهما يكون. مو أجيب واحد ومل عليه 20 نقطة، فلان شي نفذ فلان شي نفذ، لأن جبناك أنت من لا وزير سويناك وزير. فهذه المشكلة، العراق إذا يستمر على هذه المشكلة وإذا يستمر على هذه الروح المصلحية الشخصية، أعتقد أنه مستقبلنا مظلم. ولذلك على السياسيين أن ينتبهوا إذا لم يتفكروا بالعراق ومستقبل العراق وبجيش العراق، ومثل ما قال السيد اللواء والأخ والدكتور، إنه أي بلد بالعالم إذا لم يكن يملك جيش قوي قادر على صد أي هجوم والحفاظ على سيادة وأمن واستقرار العراق
فسوف ليكون للعراق موقع في أي مكان، حتى لو هسه مجاورتنا مع احتراماتي الصومال بلد ضعيف ومحتراماتي الشعب الصومالي أيضا راح تطمع بينا وهم تدخل. ولذلك السيد الفريق أنا أشكرك شكرا جزيلا قويا قادرا، ومثل ما أيضا قال أستاذ وائل أيدة يجب أن يكون سلاح متطور، ويجب أن تكون هذه الأسلحة إضافة إلى الحرب الإلكترونية وغيرها يجب أن يدخل في مناهجنا، ويكون جيشنا من الجيوش المتطورة والتي يحسب لها ألف حساب. مع احتراماتي هاي الكويت المجاورة ثلاثة أيام استعراض عسكري استعرضت كافة الأسلحة الصينية والأمريكية والفرنسية والألمانية، وحقيقة كان استعراض محترم، وهي بلد صغير جدا ولا يحتاج مثل هذه. الإمارات الآن تعاقدت على F-35 طائرات الشبح، وهذه طائرات غالية السعر. هذن دول يقاتلن طيب. بالوكالة هسه حتى نلخص موضوع حلقتنا يعني لا زال الموضوع بين رفض القبول سيادة الفريق وضيوفنا الكرام، حتى يعني نأخذ ما عدته أن الزميل نهى الشمري، بين الرفض والقبول هنالك بعض المعلومات اللي حول الخدمة الإلزامية تستعرضها أن الزميل نهى الشمري، وبعدها نصل إلى يعني نهاية الحلقة. زميل المخرج تعرض لنا تقرير الزميل نهى الشمري. داخل أروقة مجلس النواب تحركات لإعادة نظام الخدمة الإلزامية في العراق، إذ وضع هذا القرار على طاولة المداولة منذ ما يقارب السنة بانتظار موافقة الجهات المعنية على تفاصيل هذا القرار، بالوقت الذي لم يكن تشريعه وليد هذه الخطوة لأنه أقر في الدستور العراقي منذ زمن بعيد لكن لم يعمل به. أما المبررات فكثيرة هي التي طرحت من أجل إقناع الشارع العراقي بعد رفضه لهذا القرار، عندما وصفه بالإكراه على توجه قد يغبن حق ذوي الاختصاصات والمشاريع الناجحة. فمن هذه المبررات تأمين الرواتب العينية، وأخرى إنقاذ المجتمع من الانحلال الأخلاقي لدى الشباب، في حين اقترح متابعون بفسح المجال للمصانع والقطاع الخاص إن كان الهدف إيجاد فرص العمل. فيما يرى خبراء أمنيون أن عودة الخدمة الإلزامية لم تكن من حاجة في صفوف القوات المسلحة، والهدف منه زج الشباب في الخدمة العسكرية، وهذا ما يتناقض مع الديمقراطية الحالية التي تقوم على مبدأ الإقناع. أما في حال الحاجة لصفوف الجيش العراقي فقد يكون باب التطوع أسلم مع منح رواتب للمتطوعين. فبين الديمقراطية والإكراه هناك رفض وقبول في الشارع العراقي، ومقترحات كثيرة طرحت لإيجاد فرص العمل أو التطوع تحت رغبة الفرد وقناعته، ووضع الحلول التي تتناسب مع وضع البلد الاجتماعي وفئاته. نهى الشمري، الأيام الفضائية. رجعنا لكم مشاهدي الأحبة، وأجد ترحب بضيوفي الأكارم، ونرجع الاستبيان اللي طرحناه على حضراتكم. راح نأخذ نتائج الاستبيان اللي سألناكم هل أنت مع عادة الخدمة الإلزامية إلى البلاد. 55% قالوا نعم، 43% قالوا كلا، و2% تحفظوا على الإجابة. في ختام الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للسيد اللواء يحيى رسول المتحدث القائد العام للقوات المسلحة. شكرا جزيلا لحضرتك وأستاذ وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك وسيادة الفريق الركن المتقاعد جليل خلف الخبير في الشؤون العسكرية، حياكم الله. شكرا جزيلا سيادة الفريق والأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، شكرا جزيلا لحضوركم معنا ضيوفنا الكرام، وعيدا سعيدا وعاما مباركا إن شاء الله وقبول الطاعات. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة، وفي أمان الله.